أشاد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالعلاقات الأخوية التي تجمعه بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مثمنا مواقفه الداعمه دائما للعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربيه. واكد العاهل الاردني على العلاقات المتميزه والراسخه التي تجمع مملكه البحرين بالمملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه. جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله الثاني سعاده السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي حيث تسلم جلالته من العسومي وسام القائد وهو ارفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقاده الدول تقديرا لجهود جلالته في خدمه القضايا العربيه. وخلال اللقاء اشاد رئيس البرلمان العربي بمواقف جلاله الملك الثابته في الدفاع عن القضايا العربيه ودعمه لجهود تعزيز العمل العربي المشترك والوصول الى حلول سياسيه للازمات التي تشهدها المنطقه.